يا مساء الفل عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا مش هنعمل فيديو تحدي ولا فيديو هزار، النهارده هنتكلم بجد شويه عن حاجه مهمه جدا للشباب. انا كنت عملت فيديو قبل كده عن الكشف الطبي في الجيش المصري. الفيديو ده كان على قناتي القديمه وما زال لحد دلوقتي في ناس كتير جدا بتسألني احنا هنعمل ايه، الدنيا بتبقى ماشيه ازاي، الكشوفات بتبقى عبارة عن ايه، امتى اخد اعفاء، امتى اخش، طب لو دخلت ايه اللي هيحصل معايا. اسئلة كتير جدا 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 بتجيلي، ومعظم الشباب بيكونوا لايصين ومش فاهمين ايه اللي هيحصل معاهم، تمام؟ خصوصا بعد ازمة فيروس كورونا اللي فات دوت، فالتقديم كان واقف، بس رجعوا دلوقتي فتحوا باب التقديمات تاني والكشوفات تاني، وناس كتير جدا بتروح بيتكشف عليها. يا ريت وانتوا رايحين يا جماعة اول حاجة التزموا ان انتوا تلبسوا جوانتي وتلبسوا كمامة وما تختلطوش بالناس كتير. انا عارف ان الموضوع ده هيبقى صعب، بس على الاقل التزموا وانتوا رايحين في الفترة دي ان انتوا يبقوا معاكم الكمامة بتاعتكم والجوانتي بتاعكم، وما تحطوش ايديكم على بقكم طول ما انتوا هناك ولا على مناخيركم، وحاولوا ان انتوا ما تختلطوش بالناس في فترة الكشف، تمام؟ عشان بس الاعداد بتبقى كبيرة زي ما انتوا عارفين، فدي حاجة كده في البداية حبيت أقولها لكم. طيب، معظم الأسئلة اللي بتجيلي على الكشف الطبي مش على المراحل بتاعة التقديم، فأنا هقول سريعا كده مراحل التقديم بتاعة الجيش، وبعد كده هتكلم عن الكشف الطبي، تمام؟ طيب، مراحل التقديم بتبقى عبارة عن إيه؟ إحنا عندنا كذا فئة، فئة اللي هي مش متعلمة خالص، الفئة اللي هي تعليم متوسط، الفئة اللي هي تعليم جامعات، كل واحد بيبقى ليه دور في الكشف بتاعه مع المجموعة بتاعته مع الكلية بتاعته، ومش لازم كليتك اللي هي في جامعتك بس، في كذا كلية وكذا جامعة حواليك، فبيبقى معاك ناس كتير. دي أول نقطة. طيب أنت بتعمل إيه أول ما بتستلم الشهادة بتاعتك، أو بتخلص الثانوية، أو بتخلص المعهد بتاعك، أو سنك وجب عليك التقديم في الجيش؟ بتروح القسم اللي أنت تابع ليه، اللي أنت طلعت منه أول بطاقة ليك. يعني مثلا لو انت ساكن في المقطم بس اول بطاقه ليك طلعتها من السلام، فانت هتروح قسم السلام، ملهوش دعوه انت قاعد فين دلوقتي، اهم حاجه اول بطاقه ليك. ده سريعا كده الخطوات هقول لكم عليها. فهتروح القسم اللي انت تابع ليه، هتلاقي هناك مكتب او حته قاعد فيها عسكري تجنيد او عسكري من الجيش مسؤول عن التجنيد، فبتروح تقول له والله انا معادي الجيش بتاعي جه، فهو بيديك شوية أوراق تحضرها على حسب أنت فئتك إيه من الفئات اللي إحنا قلناها من شوية، فبيديك ورقة زي ما قلت معذرة، بيديك الورق بتاعك اللي أنت لازم تحضره، وميعاد تحضر فيه الحاجة دي، وميعاد تاني هتروح بيه منطقة التجنيد بتاعتك. منطقة التجنيد بتختلف من كل واحد والتاني على حسب منطقة سكنه، فأنا هتكلم معاكم دلوقتي على القاهرة لأن أنا كنت من سكان القاهرة وكشفت في منطقة تجنيد القاهرة اللي هي الهايك ستيب، تمام؟ طيب انا بعد ما عرفت الميعاد بتاعي بروح اعمل ايه؟ في اول يوم انتوا رايحين فيه تروحوا بدري شويه، بدري اللي هو الساعه كام؟ بدري ده اللي هو الساعه 5 الفجر تكون هناك، او 5 صباحا تكون هناك كاقصى مده، لان بيبقى في ناس كتير زمايلك رايحين في نفس اليوم زي ما قلت في كذا كليه وكذا جامعه، مش شرط جامعتك انت بس ومش شرط كليتك انت بس. فبتروح هناك من بدري جدا، بتركب بتقف في طابور، الطابور ده في اخره بيكون فيه اتوبيس، الاتوبيس ده بتقطع تذكره، بتركب بتنزل جوه منطقه التجنيد. بيبداوا يطلبوا منكم شويه حاجات، اللي هي اول حاجه انت اول حاجه بتشتري كراسه التجنيد، دي حاجه اجباريه لازم كلكم هتشتروها، تمام؟ بيبقى معاك الكعب الازرق بتاعك، الكعب ده ما بيضيعش منك خالص، اوعى يضيع منك لان هو ده في كل حياتك طول ما انت هناك، بتفضل محافظ عليه. بتشتري بعد كده الكراسة، بعد ما بتشتري الكراسة بتدخل بتقيس وزنك وبتقيس طولك، وبعد كده بيلبسك الافرول، بيصورك، بيقول لك اطلع على الكشف الطبي. دي حاجات سريعا جدا 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 احنا اتكلمنا عليها بسرعة اهو، عشان هنوصل لأهم مرحلة اللي كلكم بتسألوا عنها، وهي مرحلة الكشف الطبي، وانا هاخد اعفاء ولا هكمل ولا هيحصل معايا ايه، تمام؟ طيب بصوا يا جماعة، فكرة ان انت عشان 3 سنين فهتاخد ضابط مش دايما بتبقى موجودة، او عشان انت كلية ادبية فمش هتاخد ضابط برضو مش دايما موجودة، بس في كليات كده بالاخص بتاخد ضباط احتياط 3 سنين على طول، فاول كشف ليهم هو على طول 3 سنين ضباط احتياط، وبعد كده يوم الارجاء يا اما بينزلوا عساكر يا اما بيكملوا ضباط احتياط. ايه الكليات دي؟ اول حاجة على رأسهم كلية طب، كلية هندسة، كلية علوم. 3 كليات دول
اي حد متخرج منهم يضمن ان هو ظابط احتياطي على طول. تمام، ده ملخص سريع كده. طيب مرحلة الكشف الطبي بتمشي ازاي، وانا ايه هعمل ايه هناك، وهيسألوني عن ايه، وايه اللي هيحصل؟ بص يا سيدي، مرحلة الكشف الطبي كل اللي عليك ان انت لو فيك اي حاجة بتشتكي منها، اي حاجة بمعنى كلمة اي حاجة، تقول لهم عليها. تمام، عندك مشكلة في النظر هتقول، عندك مشكلة في عظمك هتقول، عندك مشكلة في اسنانك هتقول، اي مشكلة بتواجهك لازم تقول عليها. وخصوصا الناس اللي عندها امراض مزمنة، الناس اللي عندها امراض مزمنة بنسبة 90% بياخدوا اعفاء من الجيش. فركز في الكلام ده عشان الكلام ده مهم جدا جدا. الناس اللي عندها امراض مزمنة تقول يا جماعة على المرض المزمن اللي عندها. طب ايه هو المرض المزمن؟ حاجة زي السكر، حاجة زي الضغط، دي امراض مزمنة، دي بتخرج من الجيش على طول. وخصوصا لو انت نسبة السكر مثلا عندك في الدم عالية وبتاخد انسولين، او نسبة السكر عندك في الدم عالية بس بتاخد برشام، مش هتفرق الاتنين سيان طالما نسبة السكر في الدم عندك عالية. في حاجة تالتة اللي هي انيميا الفول، ده برضو مرض مزمن ما بيبقاش يعني مش باين عليك برضو زي السكر وزي الضغط، بس ده بيخرج من الجيش. حاجة تالتة الامراض الجلدية بتخرج من الجيش. دي الحاجات اللي هي لو عندك اضمن على طول ان انت هتاخد اعفاء. طيب ايه الحالات التانية؟ الحالات التانية اللي هي الطبيعية، حد كان عامل حادثة في ايده فواخد مسامير فدراعه مش سليم زي الاول، دي برضو حاجة ممكن تديك اعفاء، بس مش دايما بتدي اعفاء، على حسب الاعاقة اللي عندك عاملة ازاي. خلاص، القسم التاني ان هو موضوع وحيد ابوه وامه، او والده مثلا معدي 60 سنة وهو كبير عيلة، دي برضو حاجات بتاخد اعفاء على طول من الجيش. تمام، طيب انت دلوقتي بتسألني انا هعمل ايه. بص يا سيدي، اول ما تخش الكوميسيون هتلاقي عسكري واقف على الباب، العسكري ده بيقول لك انت بتشتكي من ايه، فهتقول والله بشتكي من 1 2 3 4، تقول له الحاجات اللي انت بتشتكي منها كلها. بعد كده هتخش على عساكر تانية لابسة افرول ابيض، هيقول لك اقلع هدومك وخليك واقف بالبوكسر بس، وبعد كده هيكشف عليك ظهريا اللي هو ارفع ايدك لفوق، انزل على ركبك، الكلام اللي احنا عارفينه، عشان لو في نسبة تقوس، لو في اي جرح، لو في اي حاجة بيبصوا عليك ويشوفوها. لو في اي جرح ظاهر عندك في جسمك بشكل كبير، يعني فوق ال5 غرز، انت بتاخد على طول عليه لجنة عليا. طيب بعد كده ايه اللي بيتم؟ بعد كده بتتحول على الكشف او على الدكتور اللي انت قلت انا بشتكي، مثلا انت اشتكيت من نظرك فهيحولك على دكتور الرمد، انت بتشتكي من عظام مثلا هيحولك على العظام او على الجلدية، وهكذا في الباقي كله. طيب انت ازاي بتاخد اعفاء، او ازاي بتكمل؟ بناء على ايه؟ بناء على الكشف اللي هيحصل عليك. انت لما بتكشف عليك بتبقى حاجة من 4، لائق الف، لائق ب، لائق ج، وغير لائق. تمام، او الحاجة الاخيرة اللي هي لجنة عليا. طيب لائق الف وب وج التلاتة واحد زي بعضهم، ملهمش علاقة انت عسكري ولا ظابط، ملهمش علاقة باي حاجة، التلاتة زي بعض، وبتدخل عليهم على طول للمرحلة اللي بعد كده اللي هي مرحلة الارجاء. طيب نتكلم على الحالة التانية اللي هي لجنة عليا، تحويل لجنة عليا، او ان انت غير لائق طبيا اصلا من الاساس من اول مرة، او الحاجة التالتة اللي هي 10%. تمام، طيب اول 3 حاجات اللي هو لائق الف ب ج، احنا خلاص عرفناهم، دول الناس اللي بتاخد الحاجة من التلاتة دول، يبقى دول الناس دي تمام، وبتتحول على طول على المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة الارجاء. تمام كده، وبعد كده بيكملوا باقي الكشوفات بتاعتهم وباقي تجهيز ورقهم، ويكملوا في الارجاء، سواء هيبقوا عساكر ولا هيبقوا ضباط ولا هيروحوا فين ولا هيجوا منين، القصه دي كلها مش بتاعتنا، احنا دلوقتي بنتكلم على قصه الكشف الطبي. فاي حد واخد لائق الف، لائق ب، لائق ج، خلاص هو كده عارف ان هو دخل على مرحله الارجاء على طول. المرحله اللي بعدها هتبقى اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، مرحله اللجنه العليا او الغير لائق او ال10%. طيب الغير لائق هو خلاص عارف ان هو غير لائق، من هنا بدأت قصته بمرحلة الاعفاء، خلاص خلصنا من القصة دي. طب اللجنة العليا ايه اللي بيحصل معاه؟ اللجنة العليا انت بتتحول على حلمية الزيتون، بتاخد بتكمل برضو الارجة بتاعتك عادي خالص، وبتشوف انت ظابط ولا عسكري ولا ايه اللي حصل معاك، بس لسه انت عندك كشف تاني اللي هو كشف اللجنة العليا، مش هتنساها خالص، وهيديك ورق بالكلام ده، مختومة بالكلام ده. حلو،
ال10% نفس القصة، بس المختلف في ال10% ان هما بيتعرضوا على العميد او على ضابط متخصص هناك، وهو اللي بيقول مين هيكمل في الافراد دول ومين اللي هياخد اعفاء. تمام. وخصوصا الكلام ده بيحصل مع الناس بتاعت النظر والناس بتاعت الوزن الزايد. تمام. طيب نخش على المرحلة اللي بعد كده اللي هي مرحلة اللجنة العليا. في اللجنة العليا انت بتتحول لحلمية الزيتون. في حلمية الزيتون انت بتخش كل واحد على حسب اللجنة اللي هو رايح عليها، سواء عظام سواء جلدية سواء قلب سواء سكر سواء ضغط، ايا كان هي ايه، بتاخد هناك ميعاد تاني في مستشفى تانية سواء كوبري القبة او اي مستشفى عسكري تاني عشان تكشف على الحاجة اللي انت رايح بناء عليها. الكشف ده بيبقى عبارة عن مرتين، اول مرة كشف، تاني مرة كشف برضو بس للتأكيد. المرة التالتة بترجع تاني حلمية الزيتون. ليه بترجع حلمية الزيتون؟ عشان تستلم النتيجة بتاعة الكشف بتاعك. طيب انا قلت لهم دلوقتي، انا ضحكت عليهم في الكوميسيون وقلت لهم ان انا عندي السكر، بس انا الحمد لله ما عنديش حاجة، مثلا انا بديكم مثال دلوقتي، بس انا ما عنديش حاجة. فروحت وكشفت مع الناس اللي بتكشف، ورحت مرة ورحت التانية، بصوا عليا في النتائج بتاعتي لقوا ان السكر طبيعي جدا في جسمي وما فيش اي حاجة، بس انا كنت بحاور عليهم. فاقول لك ارجع تاني لمنطقة التجنيد بتاعتك وكمل باقي اجراءاتك، وهتخش مع الدفعة بتاعتك اللي انت كنت كاشف معاها. ده لو حد حابب يحور، فانا بفهمكم قصة التحوير عشان ما حدش يروح يحور عليهم، لان هما مش ناس قاعدين مغفلين. تمام. طيب الحاجة التانية اللي هو انت لا فعلا عندك المشكلة دي وان انت بتشتكي منها وخلاص تحولت لجنة عليا، فبيطلع لك بعد كده سواء تقرير معمل او تقرير اشعة او تقرير من الدكتور اللي بيكشف عليك هناك، بيطلع لك تقرير، بتبص على التقرير بتاعك. التقرير بتاعك لو مثلا هنتكلم برضو، هندي مثال على السكر، لو سكر بتاعك النسبة بتاعته عالية في الدم، هو بيبقى مديك المعدلات بتاعتك في اليمين كده، يعني مثلا هما بياخدوا التراكمي بتاع السكر 6.5%. طب انت ست انا اسف 6.5. طب فرضا انت طلع عندك 7، هتعيد الكشف تاني لان انت عندك السكر بس مش بنسبة كبيرة. طب طلع فوق 7، 7.5، 8، 9، لا انت كده خلاص خدت اعفاء. قيس ده كله بقى على اي كشف انت كشفته، سواء رمض عيون، سواء جلدية، سواء انيميا الفول، اي كشف تاني انت هتكشفه. خلاص النقطة دي وضحت؟ لو مش وضحت، يعني لو النقطة دي مش واضحة اكتبولي في الكومنتات ان النقطة دي مش واضحة واعيدها تاني. فدي اول قصة، انت كده خلاص كشفت المرة والتانية، رحت استلمت نتيجتك. طيب انت طلعت عندك المشكلة اللي انت كنت بتشتكي منها فعلا والدنيا تمام، هتاخد اعفاء على طول من هناك، هترجع تاني المنطقة بتاعتك عشان تخلص اجراءات الاعفاء. طيب ما طلعش عندك حاجة وكان الموضوع مش مستاهل، بيرجعوك على طول على منطقة التجنيد بتاعتك عشان تكمل اجراءاتك في الارجاء في انا اسف في اجراءات الترحيل بتاعتك. طب في حاجة تانية بقى، طب انت لو عندك الحاجة بس نسبتها مش عالية ان هي تخرجك، وفي نفس الوقت نسبتها مش قليلة ان هي تدخلك، بيعملوا معاك ايه؟ بيخلوك تعيد الكشف تاني وتالت ورابع لحد ما يتأكدوا سواء ان انت ما عندكش الحاجة دي او عندك الحاجة دي، عشان سواء كنت هتكمل او هتخرج. تمام. فحطوا دي برضو في بالكم شوية. طب نيجي بقى على حالة الناس اللي هي بتاخد 10%. الناس اللي بتاخد 10% دي زي ما قلنا بتعرضوا على ضابط متخصص أو عميد أو لواء، أيا يعني كان على حسب اللجنة اللي هم فيها. لما بيتعرضوا عليه بيشوف الحالة بتاعتك، بيقول مين اللي هيكمل ومين اللي هيخرج. فبياخدوا مثلا لو في 100 فرد بياخدوا منهم 10 بيدخلوا الجيش والباقي كله بيخرج، عشان كده مسمينها 10%. تمام. طب انت كشفت في لجنتين او 3 لجنات وفي الـ3 خدت لجنة عليا، ايه اللي هيحصل معاك؟ تكشف على اول واحدة لوحدها في ميعاد، تاني واحدة لوحدها في ميعاد، تالت واحدة لوحدها في ميعاد، لحد ما واحدة في الـ3 تخرجك اعفاء. لو خدت في واحدة من الـ3 اعفاء او غير لائق طبيا، انت كده خلاص على طول دايركت خرجت، مش لازم تكمل اللجنتين التانيين ولا الكشفين التانيين. طب ما خدتش في ولا واحدة منهم اعفاء، بترجع تاني زي ما قلنا لمنطقة التجنيد بتاعتك عشان تشوف الاجراءات بتاعة ترحيلك عاملة ازاي. المدة اللي انت بتفضل تكشف فيها دي كلها هي من مدة خدمتك، او من مدة يعني مثلا فرضا ان انت جالك لجنة عليا، قعدت في اللجنة العليا 1.5 شهر تكشف،
وزمايلك اترحلوا راحوا مركز الخدمة بتاعتهم وخلاص، والدنيا معاهم اتسكنوا وراحوا في كل حتة، وجيت انت في اخر 3 ايام في مركز التدريب والمفروض تروح لهم، ايه اللي هيحصل؟ هتروح اخر 3 ايام مركز التدريب بقى تستلم الخدمة بتاعتك. فانت المدة دي كلها على قوة الجيش وبتكشف كشوفات الجيش، مالكش دعوة مين اترحل مين ما اترحلش، انت مالكش دعوة بالقصة دي كلها، انت هتخلص قصتك مع اخر كشف ليك، سواء كنت هتدخل او هتخرج وتاخد اعفاء. فمحدش ليه دعوه بالقصه دي، لان انا اتسالت كذا مره، طب انا دلوقتي زمايلي كشفوا وخلصوا عمل وانا لسه بكشف وما اترحلتش وهم اترحلوا مركز تدريب، مالكش دعوه، انت هتفضل تكشف عادي خالص حتى لو هم خلصوا مركز تدريب ودخلوا الجيش، انت مالكش دعوه. كل ده من مده خدمتك لو هتدخل او من وقتك انت لو هتخرج. خلاص عشان بس نبقى متفقين على الموضوع ده، لان في كشوفات ممكن تكشف مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسبعه 8 مرات. انا كنت بكشف على السكر عشان كده بديكم امثله كتير عليه، كان معايا ناس وصل معاها الموضوع ان هم حللوا 9 مرات، لانه النسبه اللي احنا كنا بنخرج عليها انا اسف، النسبه اللي هي المتوسطه كانت 6.5 من 10، هم كان التحليل بتاعهم كان 6.75 7، فده يعني هم عندهم السكر بس نسبتهم مش عالية، وفي نفس الوقت عندهم السكر فما ينفعش يخشوا وما ينفعش يخرجوا، فكانوا بيخلوني يعيدوا مرة واثنين وثلاثة لحد ما يتأكدوا ان السكر عندهم في الدم عالي، بس هم مثلا ما بياخدوش أدوية او بياخدوا أدوية او هم مش شاربين حاجة مسكرة فبتعليلهم السكر في الدم. تمام، وقلنا 10%. طيب انت بعد كده ايه اللي بيحصل معاك؟ نرجع تاني بقى لورا شوية عند الحتة بتاعت ان انت خلصت الكشف في الكوميسيون، عرفت انت سواء كنت لائق الف ولا ب ولا جيم ولا تاخد 10% ولا اعفى ولا لجنة عليا. هتخش على المرحلة اللي بعدها بتاعت الارجاء. في مرحلة الارجاء بيقعدوا يسألوكوا انتوا لو انتوا كلية مثلا، انتوا كليات ايه؟ التخصصات بتاعتكوا ايه؟ لانه بعد الخطوة دي على طول هتعرف انت ضابط ولا عسكري. كده بتخش على يوم الارجاء، بعد ما تخلص يوم الارجاء عرفت ان انت ضابط ولا عسكري، بتيجي هنا حاجه مهمه بس في الاخر هنقول عليها، ان انت لو عسكري وعندك لجنه عليا بتروح تكشف على طول دايركت، طب لو انت ضابط وعندك لجنه عليا ما بتكشفش، لان انت كشف الضباط هيعيدوا كشف عليك من اول تاني خالص، من اول وجديد تاني خالص. تمام، طيب في حاجه مهمه جدا اللي هي التظلم. في ناس كتير بتقول لي والله طب انا مثلا حصل لي مشكله وعندي وعايز اعمل تظلم، لان انا عندي مثلا عيني ما بشوفش بقى كويس وعندي استجماتيزم، بس الدكتور كروتني فانا على طول رحت على الكشف وقال لي انت لائق بس انا عندي مشكله كبيره في عيني. فالفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن التظلم وازاي انت تعمل تظلم، والتظلم ده بيبقى على ايه بالظبط وايه اللي بيحصل فيه، فتابعوا الفيديو اللي جاي، ما تنسوش تعملوا لايك كمان للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس من اصحابكم عشان كل الناس تستفاد. واستنوا الفيديو اللي جاي بكره او بعده بالكتير، هنزل لكم الجزء الثاني بتاعه اللي هو هنتكلم فيه عن التظلم. اشوفكم على خير، سلام.